السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بجميع الإخوان والأخوات اللي التحقوا بنا في هذا الفيديو. مرحبا بالناس القدام ومرحبا بالناس الجداد. أشخباركم؟ يا رب تكونوا في أحسن الأحوال. إذا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة وعجبكم المحتوى، فما تبخلوش باشتراكاتكم وفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. دابا خليونا ندخلوا مباشرة في صلب الموضوع. انا ولدي كان شخص كبير، كنت كنتذكر معاه، كان كيمشي في جنبي كيقول لي ماما نمشي في جنبك باش ما يشوف فيك حتى شي واحد. يصبر ماما، انت كتقاتل علينا ماما، وانت وبابا دابا نكبر ونعوض لكم. انا غادي نكون جدارمي يا ماما، غادي نعيشكم احسن عيشه يا ماما، غير صبر ماما وكافحوا علينا. شكون اللي غيمشي في جنبي؟ محمد امين مشالي، مشالي السند ديالي كشخص كصديق، دايره فيه الوالد ديالي، ما عنديش الوالد، دايره فيه ولدي، دايره فيه جميع الحوايج، عندي احسن ولد في العالم، احسن صوره في العالم. قضيتنا ديالت اليوم الاحداث ديالها وقعات بمنطقه حد ولاد زباير باقليم تازه. هذه هي الضايا اولا القلته اللي كيتجمع فيها الماء ديال الامطار، وهي اللي لقاو فيها الجثه ديال المرحوم محمد امين اللي هو طفل صغير ينحدر من اقليم تازه. طفل محمد امين نهار الاثنين الماضي تلقات الجثه ديالو مطيحه في واحد الضايا اللي غرق فيها ومات. ولكن الامور ما وقفتش غير هنا، لانه كاين واحد الغموض يحوم حول هذه القضيه، ودابا السلطات الامنيه كتجري الابحاث ديالها باش يعرفوا واش هاد الولد طاح بوحديته في هذه الضايا منين كان كيلعب، او انه كاينين اشخاص هما اللي لاحوه فيها عنوه. اذا لمزيد من التفاصيل خليكم الى اخر الفيديو وما تزابيوش. محمد امين هو واحد الطفل يبلغ من العمر 7 سنوات ونصف، عايش وسط اسره بسيطه جدا وعلى قد الحال، متكونه من الاب والام اللي كتشتغل خياطه، ومحمد امين واخته الصغيره اللي في عمرها 5 سنوات، والبنيته الثالثه اللي عندها عام وباقا رضيعه. محمد امين كان واحد الطفل ماشي كيف الاطفال اللي في السن ديالو، فماماه تقول انه كان طفل ذكي بزاف لدرجه انه منين كتسمع الكلام ديالو كتحس ان عقله كبر من السن ديالو. محمد كان طفل مخلق وطيب ومحبوب عند كل شي الساكنة. اذا كيفاش وقعت المأساة؟ نهار الاثنين اللي فات محمد امين فيقاتو ماما في الصباح بكري، بدل حوايجو وفطر، وصلاته ماما المدرسة، وبقات حتى دخل الولد القسم وطمأنات عليه، وعاد رجعت للدار طيبات الغداء مع الوحدة. الولد خرج من المدرسة تغدى مع ماماه، ومنين وصلت الجوج ونص ديال العشية محمد امين هز الكرة ديالو وخرج كيلعب في الزنقة كيف ما موالف. وتتقول ماماه انه الولد عارفين كل شي الناس وما كاين حتى واحد غادي يوصله، وطول هاد المدة ماماه كتطلع عليه مرة مرة وكتراقبه باش ما يمشيش بعيد. بقى الولد كيلعب حتى وصلت 4 ديال العشية، دخل الدار شرب ميها ورجع كيلعب عاوتاني مع ولد الجيران حدا الدار حتى ودنات صلاة المغرب، يعني غادي تكون 7 ديال العشية، وبدا الظلام كيطيح. عيطات ليه ماماه وقالت له بركة عليك ولدي دخل الدار، ولكن هو ما بغاش، قال ليها بلاتي شوية صافي وخلاته. في هاد الأثناء جات جدات محمد أمين عندهم الدار وسولت ماماه فين هو الولد، قالت لها ماماه راه خارج كيلعب في الزنقه. وهنا الجده كتوقد بنتها وكتقول لها نوضي سيري قلبي على ولدك بارك عليه من الزنقي في هذا الليل هذا. خرجت الجده هي الاولى للزنقه كتقلب على الولد ما لقاتوش في الدرب، وهنا كتطلب من الام باش تلبس جلابيتها وتمشي تقلب على ولدها فين راه. وهنا بقات الام كتقلب في الزناقي حتى ودنات صلاه العشاء، والولد والو ما بان ليهش الاثار. مشات الام كتسول واحد الولد خدام في الفران وكتقول له واش ما بان ليكش محمد امين، كيجاوبها الولد ديال الفران انه بان ليه حدا الواد كيضربوه 4 ديال الدراري كبار عليه، وهم كاملين من ولاد المنطقه النيت. المهم مشات الام وهاد الولد اللي خدام في الفران كيوريها البلاصه فين شاف محمد امين كيضربوه شي دراري كبار عليه. مشاو جهه الواد كيقلبوا وكيعيطوا، ومع ظلام الحال والو ما كتبان لهم حتى شي حاجه. الام تقول ان ولدها محمد امين كيخاف بزاف من الظلام، وديك البلاصه اللي كانوا كيسلخوا فيها دوك الدراري ما يمكنش يكون مشى ليها بوحدو، حيت جهه الواد واحد البلاصه اللي بعيده وخاويه، وكثره ديك الوقيته مورا المغرب كيطيح الظلام كتولي منطقه اللي هي كتخلع، هو بنهار وما يقدرش بنادم يدوز فيها مع السك الليل. هذا علاش الام كتقول انه مستحيل ولدها غادي يمشي ليها بوحديته، لانه خواف اكيد ان هذوك 4 ديال الدراري
هما اللي استدرجوه وجروه لذاك المكان الخلاء وتعدوا عليه. من بعد الام منين ما لقاتش ولدها في داك الخلاء جهت الواد، فرجعت لدارها كتقلب على الولد اللي كان كيلعب معاه محمد امين قبل ما يختفى، وسولاته فينا ولدي محمد امين قبيله كان كيلعب معاك؟ جاوبها الولد ان راه محمد امين طايح في واحد الجلتة ديال الماء وراه مات. مشات الام مع هذا الولد قالت له زيد وريني فين شفتيه، وبالفعل اداها لديك الجلتة ديال الماء اللي كاينه جهه الواد، كتلقى الصنداله ديال محمد امين طايحه حدا الضايا، وحوايجو لقاوهم في بلاصه اخرى بعيده على الضايا، ولكن هو ما كاينش. وديك الوقيته للاسف الولد كان غارق في الضايا والجثه ديالو هبطت لتحت. هنا الام حسات ان ولدها مات وسط ديك الضايا، وبدات مسكينه كتغوت وكتبكي على ولدها. من بعد جاو رجال الامن وفرقه ديال الغطاسه اللي دخلوا لوسط ديك الضايا، وبقاو كيقلبوا مده طويله حتى جبروا الولد غارق في القاع وجبدوه بمشقه الانفس. هي ديك الضايا من الفوق كتشوفها انها صغيره، ولكن راه اللي طاح فيها راه كتجرو حتى لتحت حيت هي غارقه بزاف. من بعد رجال الامن حقوا مع الولد اللي كان كيلعب معاه محمد امين، واعطاهم الاسماء ديال الاربعه ديال الدراري اللي كانوا كيسلخوه، وبالفعل جابوهم بربعه بهم واستمعوا لهم وصدقوا تهم قاصرين. الاعمار ديالهم تتختلف ما بين 11 و 12 سنه، ولكن اشدهم للواد في الليل وعلاش سلخوا محمد امين؟ واش هما اللي لاحوه في الضايا او لا هو اللي طاح بوحديته؟ فالدراري باقين صغار وما عارفينش يجاوبوا على هاد الاسئله، وهضره وحده اللي تيعاودوها كاملين بانهم شاو يعوموا ومحمد امين طاح وغرق. وهنا غادي يطلقوهم رجال الامن يمشيو في حالتهم لدارهم بحكم انهم اطفال قاصرين. محمد امين منين جبدوه فرقه الغطاسه من الضايا كان وجهه زرق، الدم خارج ليه من فمه، وعليه اثار الخنق على مستوى العنق ومضروب في صدره وما منفوخش بالماء. يعني يقدر الولد مات بسبب الضرب عاد تلاح في الضايا، لانه كون سبب الوفاه هو الغرق كانوا غادي يجبدوه من فوق بالماء. اذا اشنو اللي وقع لمحمد امين وكيفاش طاح في الضايا؟ واش وصلوا اصلا ديك المنطقه الخلاء في الليل وهو دري غير صغير وكيخاف من الظلام؟ واش اللي كيعوم اخوتي في الواد كيمشي يعوم فيه بالليل؟ راه هادشي راه لا يدخل العقل. هو الواد بالنهار وما كيمشيوش ليه الدراري الصغار وحتى بنادم الكبير وما كيدوزش فيه، لانه واحد المنطقه خلاء كتخلع، مع السك الدري غادي يمشي بالليل يعوم في هاد الضايا؟ راه ما يمكنش، لانه باقي صغير وخواف وكيخاف من الظلام بحالو بحال الاقران ديالو. هنا غنطرحوا التساؤل، واش دوك الربعه ديال الدراري هما السبب في القتل ديال محمد امين؟ حيت الدري اللي كيخدم في الفران قال للام انه شافهم كانوا كيضربوه جنب الواد، ويقدر اخوتي انهم سلخوه ومات لهم في يديهم، ومنين شافوا الجثه ديالو تخلعوا ورموه في الضايا، بما انه منين تجبد من الدايره ما كانش منفوخ بالماء، يعني غيكون الولد توفى قبل ما تلح في الماء. دابا اجيو نهضروا على هذيك الجلسه ديال الماء اللي جات جنب الواد في منطقه خلاء، ضايا اللي كتجمع فيها الماء ديال الشتاء وهي غارقه بزاف. والمشكل الخطير ان هاد الضايا من قبل ماتوا فيها جوج ديال الوليدات قبل محمد امين، وهنا كنتسائلوا شكون مول هاد الضايا وشنو الاستفاده ديالو من هاد الضايا باش نافعاه، وهي الماء ديالها مخزز وما كيصلح حتى شي حاجه. ويلا كان شي حد كيستافد منها علاش ما دورش عليها مثلا الكرياج باش ما يقربوش منها الناس وباش ما يوقعوش فيها حوادث الغرق؟ واصلا هي ماتوا فيها دابا ثلاثه ديال الوليدات، اذا علاش ما تجرات في حق مولاها حتى اجراءات؟ علاش ما تحيداتش وعلى الاقل يديروا لها غير السور ولا الكرياج او لا الشوك باش ما يقرب منها حتى شي واحد؟ واش اخوتي ارواح الناس رخيصه؟ والاكثر من هذا ان الجلتة حداها بير حتى هو مفتوح وما مغطيش، يعني الا ما طحتي في الضايا غادي تطيح في البير. وهنا غادا تكرر لنا المأساة الرابع وخامس مرة. الكارثة الكبرى ان هاد الواد كيدوزو فيه الوليدات منين كيكونوا غاديين للمدرسة، وكيمشيو حدا هاد الضايا وكيمشيو حدا هاد البير. هذا ما يسمى باستهتار والاستهانة بأرواح المواطنين وأطفال أبرياء، ما غاديش يعرفوا بأن هذيك المنطقة راه هي خطيرة عليهم، فغيبقاو يلعبوا بحال ولد زلق ليه شي ولد رجليه ويطيح في الضايا ويموت، ما كاينش اللي غيعتقوا وما غيبان حتى شي واحد لأن الضايا غارقة اللي طاح فيها كتجروا لتحت. إذا دابا النيابة العامة فتحت تحقيق في الموضوع
والسلطات دايرين خدمتهم وكنتمنوا ان هذا الولد ياخذ حقه. من جهة اخرى الكلمة اللي ضرورية خاصني نهي بها هذا الفيديو اخوتي انه سدوا على وليداتكم بارك من الاستهتار. راه الوليد صغير راه ما عارفش مصلحته فين كاينة، راه ما عارفش الخطر فين كاين، الولد غير كيلعب فين ما داتو رجليه كيمشي. اذا هنا المسؤولية تقع على الوالدين. واش تخيلوا معايا اخوتي وليد ديال 7 سنين غادي تخليه يلعب العشية كاملها من الجوج حتى السبعة د العشية تنمر مورا المغرب؟ علاش علاش نخليه حتى الا ما بغاش يدخل نجرو ونسد عليه؟ واش تخلي ولدك يخرج مع القايله مع جوج ديال النهار يلعب؟ علاش علاش لي ما نسدش على ولدي حتى كاع مورا العصر حتى تبرد شي شويه الشمس؟ علاش نخليه يخرج مع الجوج في القايله يلعب في الزناقي حتى الا ما وقع ليه شي اذى من طرف الناس غادي غضربوا الشمس لراسو وتقتلوا؟ نتوما عارفين اخوتي الشمس ديال الخريف شحال كتكون صعيبه وكدير لامينانجيت. اذا نخلي انا وليد ديال 7 سنوات كيجري في الزناقي وكيلعب حتى من مورا المغرب؟ علاش علاش اش غيستافد من الزناقي؟ نشد ولدي حدايا ونسد عليه، ندير ليه الرسوم المتحركه في التلفازه، نراجع انا وياه الدروس ديالو، نعطيه وريقه يرسم، نهضر انا وياه، نلعب انا وياه في الدار ونسد عليه الباب. واش نتوما كيصحاب لكم باقي داك الوقت ديال حنا فاش كنا كنلعبوا في الزناقي ما كيقيسنا حتى شي واحد؟ دابا راه الوقت خسرات، الوقت خيابت، ما بقاش الامان في الزناقي. اذا سدوا على وليداتكم الله يجازيكم بالخير، راه ماشي حتى توقع الواقعه عاد نبداو ندبوا ايوا كون غار سديت عليه ايوا شوفوا شنو داروا ليا لولدي ايوا شوفوا قتلوا ليا ولدي. لا راه بكا مورا الميت خساره. اذا سدوا على وليداتكم وردوا ليهم البال، راه ما بقاش الامان وما بقاش الثقه. اذا لمزيد من التفاصيل خليكم مع قراءه للخبر. تواصل مصالح الدرك الملكي التابعه لسريه وادي مليل باقليم تازة منذ مساء الاثنين الماضي تحرياتها من اجل فك لغز العثور على جثمان طفل يبلغ من العمر 7 سنوات داخل بركه مائيه، وذلك بالقرب من واد الصبان الواقع بجماعة حد ولاد زباير بإقليم تازة. الطفل الهالك كان قد غادر منزل أسرته قبيل آذان عصر يوم الاثنين الماضي من أجل اللعب قرب منزل والديه قبل أن يختفي عن الأنظار. وبعد عملية بحث دامت لأربع ساعات تم العثور على حذاء الطفل بجانب بركة مائية مخصصة لتجميع مياه التساقطات، ليتم إخبار السلطات المحلية التي استعانت بفرق الغطس التابعة للوقاية المدنية لانتشال جثته من داخل البركة المائية المذكورة. وأضافت المصادر أن جثة الهالك نقلت مساء اليوم الاثنين الماضي إلى مدينة فاس حيث سيتم إخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة تازة لتحديد سبب الوفاة. هل الأمر يتعلق بحادث غرق أو الأمر يتعلق بجريمة قتل ورمي جثة الطفل داخل البركة المائية؟ وفي انتظار نتائج التشريح الطبي لجثة الهالك فتحت عناصر الدرك الملكي بواد إمليل بحثا في الموضوع لمعرفة الظروف والملابسات الحقيقية للوفاة تنفيذا لتعليمات وكيل الملك باستئنافية تازة. إذا أخوتي تعازينا الحارة لعائلة الفقيد، يا رب إلهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الله يبين حقك يا محمد أمين في الدنيا وفي الآخرة. إذا إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو، ما تنسوش تخليوا آراءكم من خلال التعاليق واعطيوا رأيكم في قضية اليوم. شكرا على حضوركم الكريم، خليتكم على خير، إلى اللقاء.